نحن من تركيا ذهبنا يعني أتينا إلى المغرب للدراسة، ندرس في دار الحديث ونذهب نأتي إلى شوفشفان للتجول كذا يعني. الشوفشفان جميلة جدا يعني، ونحن الأتراك نحب المغرب ونحب الشوفشفان جدا. مرة كنجي لمدينة الشاون وكنكتشف هاد المناظر الخلابة جميلة بزاف، وكنتمنى مرة أخرى عاوتاني إن شاء الله نعاود نجي. والله هادي مشية خفيفة ولكن عجبني الجو بزاف صراحة الله، وعجبتني تا هاد اللبسة ديالهم، والله ديت معايا سوفونير باش نبقى ديما نتفكر هاد البلاد. أنا كل عام كنزلها وأسكن بالجزر الكنارية، وكل ما جيت السكنة ديالي في مدينة طنجة ولكن دائما في الشاون. الشاون مدينة الأمان والنظافة والنظام، والسياح ديالها ناس مزيانين، وأهل الشاون ناس كرام، والحمد لله شاف شاون يحبها كل واحد في المغرب، وماشي غير في المغرب، في العالم كله إن شاء الله معروفة. وهاد العام تبارك الله مع التساقطات اللي كانت موجودة، بال الماء موجود هنا، راس الماء الماء موجود تبارك الله، مياه الخارير راه موجود تسمع من التحت. أسيدي مرحبا، إلا بغيتو تجو تشوفو راه البلاصة زينة وكنصحوكم بها. وأنا شخصيا عمرني ما جيت للشاون، يعني اكتشفت هاد المدينة عن طريق هاد الرياضة، وصراحة مدينة استقبال فيها حار، ناسها الحمد لله بحال كاع ناس المغرب. مدينة معروفة بهذا اللون الأزرق صراحة خلاب. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.